سنة يقدر يجيب نتيجة لو غير واشتغل صح، لو سمع الكلام، لو عمل لجنة علماء بجد، مش وردة على كتفه، مش منظرة. لجنة علماء دي مين فاروق الباز ده؟ فاروق الباز ده مش اللي قال للسادات الصحراء العربية ما فيهاش مياه جوفية، فراح موقف مشروع الوادي الجديد اللي عمله عبد الناصر. مش فاروق الباز ده اللي قال مصر مش في الحزام القمحي ما تزرعش قمح. فاروق الباز ده اللي قال ما فيش داعي مشروع المحطة النووية في الضبعة، صوت وصورة في برامجه. فاروق الباز ده مش قال ما فيش داعي ننمي سينا. ما تبصوا على الكلام ده، مش انت حضرتك جورنالجي جورناليست؟ المفروض تبقى اعلى درجة الجورناليست هي الانفستيجيتيف جورناليست. شوف فاروق الباز قال الكلام ده ولا لا. لما واحد يقول الكلام ده يقول لك ما تنميش سينا، ما تعملش المحطة النووية في الضبعة، وما تزرعش قمح، ما فيش مياه في مياه جوفية، تثق فيه؟ تجيب تقعده مع الشباب عشان يبوظهم؟ مين اللي بيقدم الناس دي؟ ما اعرفش. اسال اسرائيل ده، ما سالنيش على حاجه هو بياخد قرار بياخد، انا ما اعرفش، ما حللش. هو ماشي غلط ولازم يعرف انه ماشي غلط، والفرصه الوحيده ان هو يعدي الاربع سنين بامان انه يغير اتجاهه 180 درجه. 180 وغير كل اللي حواليه، ويستمع لعلماء وخبراء مصر الحقيقيين حتى اللي بيكرههم عشان يحب نفسه.